اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم اينما كنتم وارتحلتم. مشاهدينا جريده صوت العداله، مرحبا بكم معنا في حلقه من حلقات برنامج زوايا فيسبوكيه. الحلقه ديالنا اليوم او الموضوع ديالنا اليوم هو عن الاحياء الصفيحيه بمدينه سيده بنون. اكيد مشاهدينا الكرام، خدينا دوار القريه ودوار العبدي كنموذج، واكيد معايا ضيوف في الكرام. لي على اليمين ديالي عبد الفتاح فراح، رئيس جمعيه الكرامه لدوار العبدي وقاطن بدوار العبدي، ومعي كذلك ادريس بن حمادي مستشار جماعي عن فريق المعارضه وقاطن بالقريه. اذا مشاهدينا الكرام، هذه الاحياء الصفيحيه اللي هي العبدي والقريه هما اكيد واحد الدواوير كانوا في اطار واحد البرنامج مدن بدون صفيح عقد مدينه سيده بنون 2004 2008، اللي سبق كانت الدوله يعني خرجت واحد البرنامج وطني من اجل القضاء على دور الصفيح على المستوى الوطني، وكان من ضمن المستفيدين من هذه العمليه هو مدينه سيده بنون اللي كان في اطار هذا البرنامج هذا. اكيد السؤال، هل تم تنزيل البرنامج مدن بدون صفيح على ارض الوجود؟ وما هي الاسباب اللي خلات القريه والعبدي ما استفدوش من السكن اللائق والعيش الكريم؟ وكذلك ما هي بعض الحلول المقترحه باش هاد البرنامج او هاد الدوارين يستافدوا من السكن اللائق والعيش الكريم؟ اذا غادي نرحب بالضيوف ديالي الكرام عبد الفتاح فرح وادريس بن حمادي. شكرا لكم العناء ديال السفر والتنقل ديالكم من مدينه سيده بنون الى مدينه الدار البيضاء. اذا غنبدا بالاخ فتاح فرح، كلمه اوليه السي فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنشكركم على هذه الاستضافه اللي هي من اجل سكن العشوائي بمدينه سيدي بنون. شكرا لك السي فتاح. اذا غندوز عند السي ادريس بن حمادي، كلمه اوليه. اذا مرحبا بالمتتبعين الكرام لجريده صوت العداله في هذا اللقاء حول السكن العشوائي بسيدي بنون. اتمنى ان اوفق في مناقشه هذا الموضوع. اذا السي ادريس بن حمادي، لشاب من شباب ديال ساكنه القريه اللي دخل اول مره الغمار الانتخابات على مستوى مدينة سيدي بنون، واللي دخل رفقات بعد الشباب اخرين اللي دخلوا الغمار الانتخابات وترشحوا في الانتخابات التشريعية وحصلوا على مقعدين، وكذلك تعتبر رئيس سابق لاحد الجمعيات النشيطة بالقرية، وكذلك قاطن بالقرية. السي ادريس بن حمادي، في اطار تنوير الرأي العام، في اطار نعرفوا هذا المشكل ديال هذا الحي الصفيح للقريه اللي كتعتبر واحد التجمع صفيحي كبير على مستوى مدينه سيدي بنون، قربنا اكثر من المشكل ديال القريه. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله نبدا في هذا الموضوع الشائك والموضوع اللي عرف مجموعه من الاختلالات. هذا البرنامج الوطني لمحاربة السكن العشوائي هو واحد المشروع ديال الدولة اللي انطلق منذ سنوات من أجل القضاء على السكن العشوائي، لكن للأسف لا زال السكن العشوائي حاضر، بل أكثر من هذا أنه تفاقم وازداد عدد البراريك القصديرية بسيدي بنون خاصة. إذا باش نوضعوا هذا الموضوع في السياق التاريخي ديالو، أن كان واحد اتفاقية عقد مدينة سيدي بنون الضاحية بدون صفيح اللي تم الالحاق ديال دوار القريه اللي كان تابع لواحد الجماعه قرويه بوحمام مجاوره لمدينه سيدي بنون. كان من الامكان بالامكان ان تستفيد 500 اسره من قاطني سكان القريه من اعاده الايواء على غرار سكان حي دوار المقبره اللي عرف اعاده الايواء ديالو بمدينه سيدي بنون، اللي باقي فقط واحد جوج عائلات ثلاثه اللي باقيين في الدوار، اما باقي السكان استافدوا من سكان من بقع سكنيه تحفظ الكرامه للمواطن البنوري المغربي. بالنسبه لهنا، بناء على الاحصاء ديال 2001 اللي على ما اعتقد لما خانتنيش الذاكره انه كان تم احصاء ما يناهز 1902 ديال البراريك،
هاد 1902 كان منهم 500 براكة يعني 500 أسرة على أساس أن 500 أسرة أن غيتم إعادة إيواء ديالها في حي الوفاة واحد والحي الوفاة جوج إلى جانب سكان المقبرة وبعض من دوار العبدي. لكن للأسف أن واقع الحال يثبت أثبت بأن لم تستفد من هذه 500 إلا ما في حدود بعد ربما 61 67 في حدود 70 أسرة اللي استفدت من سكان القرية اللي تم استفدت ببقع في حي الوفاء واحد أو جوج، والباقي لا زال إلى يومنا هذا بل أكثر من هذا في إطار النمو الديموغرافي والتعدد العائلي، لأن الإحصاء ديال سكان القرية دات في 2001. داك السيد الوليد اللي تحصى في 2001 ولا البنت راه تجوز ولد، يعني كان طبيعي أن العدد الآن راه تضاعف زاد في غياب تام للمحاسبة كل من تورط في هدر المال العام ما بين 500 بقعة اللي ما خرجتش وما بين البرنامج إعادة الهيكلة اللي فقط البرنامج كبرنامج. أما إعادة الهيكلة على أرض الواقع على أرض القرية فهي تثبت بأنه لم تكن هناك إعادة الهيكلة، لأن ملي كنهضروا على إعادة الهيكلة كاين فيها طرقان، كاين فيها ضوء إنارة عمومية وتربط البراريك بالإنارة، وكاين قنوات الصرف الصحي، وكاين الماء الصالح للشرب. هنا باش نعرفوا كاين اختلالات في هذا الموضوع أن الكهرباء البطوات ما تم الاشغال فيهم حتى ولات سيدي بنور عماله، حتى تم الحاق دوار القريه بسيدي بنور في اطار التقسيم الاداري ديال ربما 2009، يعني ولا كحي من الاحياء. وهنا كنبغي نشير لواحد النقطه انه تمارس الشطاط هنا على سكان القريه. كيف يعقل انهم محسوبين اداريا انا كحي من احياء المدينه كالسعاده البام السلام غزلان، يعني كحي من الاحياء وفي اطار ربط البراريك ديالهم بالكهرباء انه تم فرض عليهم واحد المبلغ ديال 60 درهم شهريا لمده 3 سنوات في اطار انهم حقا ان كانت واحد اتفاقيه شراكه ما بين في اطار شبه الحضاري. اذا قبل السي ادريس نرجعوا للمساله ديال الكهرباء باش نبقاو غير في البرنامج مدمج الصفيح ونبقاو نبقاو في الاستفاده من بقع مخصصه ديال هاد الساكنه. غرجع معك ديال هاد المساله ديال 500 بقعه، ان سابقا كثر القيل والقال على 500 بقعه سواء على مستوى التواصل الاجتماعي او على بعض الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت كديرها القريه ولا الاعتصامات. ممكن تقربني اكثر من هذه المساله ديال 500 بقعه؟ 500 بقعه هي المفتاح، هي الحل لمشكل القريه. لو انه تم تطبيق ديال البنود الاتفاقيه ديال 2004 2008 بحذافير ديالها وخرجت 500 بقعه كما كان مقررا لها، ما كنا لنصل الى ما وصلنا اليه الان. كانت 500 بقعه غتخرج، كان غيوقع يعني كاين واحد يعني كاين فين غادي يكونوا الطرقان على حقهم وطريقهم، ماشي كيف داروا خرجوا واحد ما يناهي 60 وخلاو الباقي على اساس انك كتجي في واحد البراكه اللي فيها 10 متر ولا شنو، كتنقص لي واحد كتقول لي نقص واحد 2 متر وبقى هنا، كتنقص 2 متر وكيدوزوا الطرقان على هواهم، يعني يدوزوا واحد اعاده الهيكله غير رسميه، اما ما كانت شي اعاده الهيكله وبقات. وما يعزز كلامنا على ان هناك هدر مال العام هو ما تطرقت اليه السيدة الوزيرة المعنية بالقطاع ديال الاسكان، انها صرحت بان واحد 4000 مليار اللي تم صرفها على هذا البرنامج ديال محاربة دور الصفيح وما كاينش نجاح، باقي دور الصفيح، باقي دور الصفيح في سيدي بنور بل تكاثر بل تزاد. فلا جينا نشوفوا انه دوار القرية في 2001 كان 1902 وجوج كان خاص يخرج 500 كانت تبقى غير 1400، يعني نديرو تبقى 1500 براكة. الآن راه كنهضرو راه العدد تضاعف ربما في نظرك الأسباب اللي خلات العملية تضاعف أو السكان، يعني كما قلت لك 2001 كان واحد الإعصاء في شكل، اليوم يعني السكان يعني أصبح بواحد الوتيرة تزادوا بشكل سريع، يعني شنو في نظرك الأسباب؟ هو يا أخي الكريم بأن المواطن ديما كيقلب على السهلة. أنا كمواطن باغي غير نعيش، يعني كاين كانوا اسر هذا اللي قلت لك اللي تزاد في 2001 ملي داز الاحصاء كان باقي صغير، دابا تجوج ولد ولا عائله تزوج ولد، يعني غادي يتزوج عائله غيعطيه باه يفتح ليه باب هنا شويه، تزوج ثاني هنا، تزوجتي البنت كتجيب نسيبك معاك، هاي في اطار التعدد هذا باع
هذا كاين اللي باع كاين اللي قسم يعني في اطار في الانسان كيجي المواطن كيجي لسيدي بنور باغي يشري العقار الثمن ديال العقار سيدي بنور مرتفع جدا على مجموعه من الشرائح الاجتماعي كيجي كيبقى ليه الحل كيكري ما كيواكبش الكراته هو مرتفع كيجي كيمشي كيشري واحد البراكه سواء صغيره على قد الحال بواحد المبلغ اللي في المتناول ديالو كيبيع شي بليده ديالو في الدوار وكيجي تمايل لانه باش يستقر قريب للمدينه كيجي للقريه وكاين زيد على هذاك التعدد العائلي اذا وولد لينا هذا الشيء في يعني في السلطات ما كتقومش بالدور ديالها اذا فرات كاثر فرات عطانا هاد الكارثه الانسانيه يعني اللي كاينه حتى السلطه يعني مشاركه في هاد المساله ديال على هذوك الناس ملي هذوك العشوائي كينتشر وكيتزاد فين كيتزاد في ما بالك يعني علاش دابا سؤال واحد القضيه علاش دابا مثلا حنا في سيدي بنور يعني ملي كتمشي للحي الكرام حي الكرام فيه مجموعه من البقع الخاويه واش ممكن ان شي واحد باني بقعه غيحل في البقعه اللي في جنبه يعني كاين داكشي كاين ضوابط العشوائي راه بالنسبه بين عشوائي انا عشوائي سكنت عشوائي غادي نفتح عشوائي شويه نزيد براك اخرى عشوائيه وبقينا شنو هي الاسباب اللي خلات ان هاد الساكن هادي ما تستافش من البقع يعني في اطار هاد البرنامج منذ صافيه هي اسباب مشتركه ما بين السكان نفسهم وما بين السلطات اللي كانت كتشرف على هذا الملف انذاك كيف ان حتى السكان ما كانوش يعني ملي كنهضروا على 2004 2008 كان باقي العقار يعني في سيدي بنور كان باقي طايح يعني الانسان ولف واحد العيشه في السكن العشوائي يعني ما فيهاش التزامات ما فيها ما كيخلص ما حتى حاجه حتى القدره الشرائيه ديالو ما كتسمحش ليه باش يتحول لواحد السكن اللي غيخلص فيه واحد المبلغ ربما واش كانت 20000 درهم وزيد على ذلك البناء يعني ما كانوش مستعدين يعني وحتى الناس اللي كانوا مشرفين على العمليه كيف نقولوا صابوها من الجنات والناس وخرج غير ذاك العدد القليل واخا السي ادريس غادي نرجع عندك غادي عند السي فتاح الدوار العبدي واش هو بحاله بحال القريه ولا كاين مشاكل يعني بشكل اخر وباش نوضح للمشاهد الكريم ان المشكل ما بين دوار العبدي والقريه تقريبا مشكل واحد بالنسبه للاحصاء ديال 2001 دوار العبدي كانت فيه 196 دابا شحال من 2001 ل 2008 صبحات في 450 كان جات ديك العمليه ديال اعاده الهيكله واعاده الايواء في نفس الوقت كان من المفروض خاصو يتم الترحيل ديال 100 عائله في اعاده الايواء ولكن هي في المجموع اللي تم الترحيل ديالها تقريبا كاينه 65 واحد اللي تم الترحيل ديالها في اعاده الايواء الكرام لا واش لغه ارقام صحيحه ولا غير تقريبا ولا هادشي كاين لا هادشي اللي كاين هادشي اللي تعطيك انا بالارقام هو اللي كاين حنا كنا جرينا كجمعيه خدينا درنا واحد عمليه احصاء مؤخرا لقينا باقي في دوار العبدي حاليا كاينه فيه ما يقرب 300 عائله اي زعما جات معني كل ما تماطلت على الترحيل كل ما العدد يعني مساله طبيعيه كتكون زياده حيت كاين كما قال الاخ الانسان تيولد ولدو كبر ولا راجع شاد تزوجو ما عندوش امكانيات باش غيمشي يكري في المدينه تيفتح له براكه او لا كيجي هذا عنده 100 متر تيفرقها براك وتيبيعها براك نعم ولكن من اللي كيفرق هو البراك انا ما دمت كنقول محاربه السكن العشوائي من اللي غيفرق هذا البراك وتيبيعهم كيتكتبوا على السلطات اذا المواطن هو مشارك في هذه العمليه مشارك مواطن والسلطه في هذه العمليه هذه نعم حيت ما دمت انا حي صافي وممنوع باش غادي نبيع فيه وكنبيع لك انت براكه وكنمشي معاك الاداره وكنتكاتبوا عليها يعني راه تشجيع تكثير في العشوائي واخا شنو دابا الجديد دابا على الملف ديال دوار العبدي الجديد ديال ملف دوار العبدي مازال لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه ملموسه واخا كثرات الجهات المعنيه راسلنا جميع الجهات
ولكن الملموس لحد الساعة ما كاين والو. بالنسبة للجواب، الجواب تيقول لك مازال ما جاش، ما جاناش الرد، مازال ما عندناش ما نقولوا لكم. تمشيو كنلجؤوا للإدارات، تيقول لك ودي راه مازال ما قالوا لنا والو. مؤخرا كانوا قالوا لنا راح يدنا إعادة الهيكلة وصبحت إعادة الإيواء. دابا باش نفهم الاستفتاء أكثر، باش المشاهدين الكرام يفهموا أكثر، هو أن دابا الاتفاقية ديال الشراكة ديال 2004 شنو كان فيها بالنسبة للدوارين؟ كان فيها إعادة الهيكلة. يعني في إطار الهيكلة الدوار يعني تبلاصو. الهيكل بلاصو. والإيواء شحال كانت فيها؟ كانت فيها تقريبا 100 اللي خصها تكون في الإيواء، دوك الناس اللي غتجي فيهم الطرائق اللي غتجي فيهم. ولكن الطيرة ديال الاتفاقية طالع سلام، قلت أنا قريت تقريبا 15 اللي خصها تحول من. لا كانوا هما هي في الأول كانوا قالوا 25، شوية قالوا 100. إذا ولكن ربما الإيواء راه أقل تكلفة سي إدريس بالنسبة ل بالنسبه باش نحل واحد المشكل ديال الصافيحي، يعني ربما الايواء احسن. لا هي كاين اكراهات اخرى حتى الوعاء العقاري، واش الدومين، واش ملك خاص، يعني اذا كان ملك خاص يعني كتدخل خاص الجهات المعنيه، اذا كان هذاك الملك خاص لهذوك الناس خاص كتدخل معاهم في 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 اطار في اطار واحد الاتفاق باش تجهز واحد واحد. ما يمكنش انا عندي 1000 متر تيتر محفظ قادم مصيب وغادي نسمح فيه وناخذ 100 متر. هنا كنتي سولتيني على الاسباب ديال هذه العشوائيه، الاسباب ديال العشوائيه حتى عدم وجود واحد البدائل من طرف الدوله، يعني تنويع العرض، يعني يكون وداديات سكنيه، يكون واحد التجزئات اللي هي في واحد الثمن مناسب لهذه الفئات، لهذه الفئات اللي ذات الدخل المحدود او المنعدم. يعني هذه من بين الحلول اللي ممكن انها تنقص لنا من هذه العشوائيه. ولكن بالرجوع كيف قلنا لهذه الاتفاقيه، يعني كانت خروقات بالجمله، كانت خروقات بالجمله، وكان دفعوا كيدفعوا واحد الاجيال اللي جاوا دابا هما كيدفعوا الضريبه ديال عدم تنفيذ السليم لمقتضيات اتفاقيات عقد سيدي بن نور الضاحيه بمدن بدون صافي سيدي بن نور 2004. هنا باش انتم يعني ماشي بحال دوار العبد، يعني سمعت انا الاتفاقيه يعني مابقاش عندكم انتم الاتفاقيه ديال 2004. نعم هذيك اصبحت فينا الماضي. حنا عندكم مشيتوا واحد حنا دابا غير باش حنا دابا انا جبت هذه الهضره ديال هذه الاتفاقيه غير باش نربطوا الماضي بالحاضر. الحاضر السيف نعم. من اجل واحد المستقبل ان شاء الله نتمنى ان يكون جيدا لسكان القريه والعبدي والفاضل. هنا سالينا مع الاتفاقيه، يعني الاتفاقيه مشات ما تفتح تحقيق، ما سمعنا حتى شي مسؤول من المسؤولين على هذا البرنامج انه لقى الحساب ديالو ولا ثبت تورط فلان او فلان. يعني تم طي صفحه طي هذه الصفحه وتفتحات صفحه جديده بعد مطالبات مطالب ديال السكان ديال القريه. كان دابا كاين واحد البديل اللي هو شركه ادماج السكن اللي هي اللي كاينه بعد ما تم الالحاق ديال مدينه سيدي بن نور بجهه الدار البيضاء السطات، اللي هي شركه ادماج السكن هي اللي اشتغلت على السكن العشوائي بالدار البيضاء. اذا كان مشات هي اللي عطاوها واحد البقعه ارضيه تما في سيدي بن نور ما يناهز 41 هكتار، وتم التجهيز ديالها في جانب السوق الاسبوعي. نعم وهنا كنبغي نشير لان ان هذه التجزئه عرفات واحد التثاقل في الخروج ديالها لحيز الوجود. حنا كنهضروا على منذ 2016 وحنا نسمع بان غيتم اعاده ايواء سكان القريه في واحد التجزئه. هنا كان ما نكروش ان مجهودات بذلت من طرف المتدخلين، وكان واحد العثره الاولى هي ديال كيفاش رفع الصبغه الفلاحيه لديك الارض، لان هذه الارض اللي تجزات دابا وتخصصت للقريه هي ارض فلاحيه، هي ارض فلاحيه وبعد اخذين وردين. ومن هذا المنبر نشكر كل من تدخل من قريب وبعيد في رفع الصبغه الفلاحيه على ديك الارض اللي تجهز اللي كيتم التجهيز ديالها منذ ذاك الحين 2022. هنا كاين مجهودات بذلت نعم، ولكن لا ننكر بان كاين بطء في الاجراءات في اخراج هذا المشروع الارض الواقع، لانه بهذا التاخر في اخراج هذا المشروع الحيز الوجود كيفتح الباب امام توسع السكن العشوائي، امام تزايد عدد البيبان، امام تزايد عدد العائلات. يعني راه كل يوم تاخير
كل يوم تاخير كيزيد يعقد لنا المشكل اكثر, يعني كيزيد يضاعف العدد ديال الناس المستفيدين. نعم, يعني باش نقول يعني كل ما المواطن اللي ساكن في هذا الحي العشوائي كل ما كيشوف بان واحد تجزئه مخصصه ليه, يعني كل ما كيفكر علاش اللي يفتح لولدو او يبيع كذا او ياك بحال هكا. لا لا, راه مساله طبيعيه, راه كتكون ساكن مع باك كيوقع نقاش كيفتح لك بيت عادي, وهذا ما يمكنش اننا نحملوا المسؤوليه للمواطن, لان المواطن كيف ما قلت في 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 غياب حلول في غياب بدائل في راه ما يمكنش, يعني ما يمكنش. راه دابا البقعه الارضيه راه ما كاينش بقعه ارضيه في سيدي بنور اقل من 30 مليون, اختار المنطقه اللي بغيت. طالع هذه 30 مليون كنقول لك شي بلاصه اللي داخله ما يوصلها لا طوبيس لا تران لا حتى حاجه. ما لاحظتيش واحد القضيه ان بعض المرات كنشوف التجزئات خاصه بان دغيا كتطلع ودغيا كت, هذا هو السؤال, هذا ولكن كنشوف شي حاجه عندها علاقه بالمصلحه العامه, يعني كنلقاو راه هنا طبيعه الاجراءات في داخل الدوله. يعني هذا مشروع اللي داخلين فيه مجموعه من الفرقاء, مجموعه من الجهات المعنيه, لا وزاره الاسكان لا وزاره الداخليه في مصالح الولايه او العماله, او يعني كاين مجموعه من المتدخلين. هاد المتدخلين بعض المرات كيكونوا هو السبب في تاخر اجراءات وكاين زيد على ذلك ان كانت مجموعه من الامور, ان مثلا كانت زيئه غاده تشفنا غاده, جاء واحد تعديل واحد الموديفيكاسيون, يعني واحد التعديل ان كاين واحد لالين ديال الضوء انها كانت مرتفعه عندها خاصها تبدل, كانت طلبت وقت, ثم جاء كانت الجزيئه غاده شويه تبين للمسؤولين ان خاص يكون واحد الشاطو ديال الماء, لان ما يمكنش هذاك العدد ديال السكان ديال البقعه اللي غتكون تما ديال السكان. نعم, غادي ياثروا, يعني ما يمكن كان واحد الشاطو, يعني كاين مجموعه من العراقيد اللي كتطلب الوقت. يعني نعم, ولكن لا ننكر بان هناك تاخر وكان يعني كاين مجهودات, كاين مجهودات مع تسجيل ان كاين هناك بطء. وخارج هذا السفتاح شنو في نظرك الاسباب اللي خلات ان هذه الساكنه ديال الدوار العادي, شنو الاسباب اللي خلاتها ما تستافدش من بقع اللي غتكون مخصصه؟ لا, هي كانت غتستافد, كان واحد تجزئه تهيئات وجدات اللي هي تجزئه الكهرباء, ولكن تقريبا اللي تم الترحيل ديالهم من دوار العبدي ديك التجزئه ما بين 100 و120, هادو هما اللي مشاو, وما مشاوش الناس ديال دوار العبدي الاصل ديال دوار العبدي, حتى شي واحد فيهم مرحب. يعني ناس جداد زعما ولا؟ الناس الجداد اللي جاو مؤخرا لخدا براكه او لكره براكه هما اللي استافدوا, اما الناس الاصليين ديال دوار العبدي حتى شي واحد منهم ما تحرك. الناس اللي عندهم الملكيات واللي شنو الطريقه كيفاش, شنو هي الطريقه اللي اعتمدت عليها مثلا الجهات المعنيه باش رحلت هذوك المستفيدين اللي من استفدوا من دوار العبدي للكرام؟ شنو في نظرك؟ واضح, كل شيء واضح بحال الشيء كما سبق لي, راني قلت وماشي غير هنا قلت, كانت اختلاسات وبزاف ما يتقال بلا ما نجبدوا ديك المواضيع. واخا استفتاح باش دوار العبدي يستافد من السكن اللائق وعيش كريم يتهون مثلا, في نظرك اشنو هي الحلول اللي تقدر تعتمد عليها الجهات المعنيه باش هذوك الناس تما يستافدوا تما كباقي المستفيدين السابقين؟ هذوك الناس بالنسبه لدوار العبدي كاين واحد الشريحه اللي قليله وكاين المسافه ديال الارض. نعم, الا بغاو يحلوا المشكل الجهات المسؤوله راه غادي يجيو يتراسيو لهم ديك الارض ديالهم. نعم, يكملوها في التجهيز ديالها. لا, واش تهضر على دوار عبدي؟ تهضر على دوار عبدي, ولكن ما كتبش لك ان زعما راه التكلفه غتطلع اكثر؟ لا, التكلفه غتطلع اكثر بالنسبه لهاد المقوله الاخيره اللي كاينه دابا ديال لي زابارتوم. واش تقدر مثلا السلطه تقدر تكون تبان لها مثلا بان راه حل من الحلول اللي ربما تقدر تخلي الناس تستافد؟ اتفق معك, غتبان السلطه حل, ولكن بالنسبه للساكنه ماشي حل. اذا دابا اللي جينا نهضر احنا مثلا كيفاش يعقل باش انا عندي 100 او 150 متر ديال الارض ملكيه
وهادشي انت تعطيني بقعه اللي المساحه ديالها 70 متر تعطيها لي بارطومون ونخلص على 10 المليون. يعني راه ما صالحاش للسكينه. درتو شي طلبات شي مراسلات؟ طلبات درنا مراسلات وكنتمناو من هاد الناس اللي كاينين دابا بالنسبه لهاد السلطه اللي كاينه دابا الحاليه باش تاخذ داك الكارير ديال دوار العبدي بعين الاعتبار ويحاولوا يديروا شي حل مع ديك السكينه. لا لحد الساعه ما عندنا شي خبر صحيح، ما كاين لا تجزئه لا اعاده هيكله لا ديزاباختومون حتى شي حاجه ما كاينه. ميكون زعما ميكون روحها على ارض الواقع راه ما كايناش. ميكون زعما السي ادريس بان ربما تدور عاد يكونوا باغي يدوزوا مع القريه؟ لا القضيه واضحه لدوك لي بانو اللي في جزيئه مخصصه للفقر القريه. شركه ادماء السكن تجزئه فتح سيدي بن نور لايواء لاعاده ايواء سكان القريه. يعني هنا قطع الشك باليقين بان هذيك الجزيئه مخصصه للقريه وما غاتقيدش القريه. ما غاتقيدش القريه. هو كان شاهد الخبر ديال بان دوار العبدي غادي يمشي مع القريه. ولكن الاحصائيات مصير مجهول دابا. مصير مجهول. الاحصائيات تؤكد على ان هذه الجزئه ديال فتح سيدي بن نور المخصصه لايواء القريه ما غاتكفاش القريه بالنظر لعدد الاسر اللي كاينه حاليا. بالنسبه هضرتي على التكلفه، فالتكلفه اللي كتادي الدوله الان في هذا الوضع ديال العشوائي اكبر وباهظ اكثر من جهزات ارض او اقتنات ارض. كيف ان لا قلت لك انا في القريه ان اكثر من 80% ديال الاسر عندهم سجين على الاقل. وراه شحال كيطلع السجين المده الحبسيه يعني راه طويله. يعني كاين اشكال خاص حلول في اقرب وقت، انه هاد الناس خاصهم يترحلوا. الان حنا في شهر 8 الان حنا في شهر 8 وجزئه كتبان ظاهريا بانها راه تقريبا قربت راه واجده. اللهم باقي يعني الاجراءات القانونيه في ذاك المحافظه ولا في واقفين على شهاده تسليم مؤقت من طرف المجلس، يعني باقي ولا بناء ديال التشييد ديال المرافق العموميه المدرسه تقريبا وجدات، باقي المرافق العموميه الاخرى باقي ما وجداتش. اذا حنا استفتاح بان وضع الصامت ديال الهاتف اذا حنا الحلقات ديال البرنامج ديالنا. اذا كما قلت باننا حنا دابا في شهر 8 يعني هي فتره العطله. ان لو كان ترحيل قربنا فيه كان خاصو يكون دابا. لحد الان انا دابا جاي من الدوار من القريه ما كاينش شي لجنه ديال المواكبه الاجتماعيه او شي خبر او شي لجنه تمايا اللي كتبين بان راه كاين ترحيل. هذا خصو المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه القضيه، لان ما يمكنش ترحيل واحد الناس اللي اغلب ديالهم اسر اللي هي عندهم وليدات كيقراو. مدرسه 20 غشت اللي كاينه في القريه دابا راه فيها ما يفوق 2000 تلميذ. اذا خصنا نستغلوا هذه الفتره ديال العطله. اللهم انه كيبين هذا الشيء بان المساطير لا زالت لم تكتمل بعد. واخا بالنسبه للسي ادريس السكان ديال القريه واش كاين شي استفاده مثلا بعض المشاريع ديال المبادره ديال التنميه البشريه او لا هذا الشيء ديال الجمعيات اللي كتهتم بالتربيه غير النظامي واش كتهتم بهذ الاطفال؟ بالنسبه لهذ الاستفاده ديال السكان ديال السكن القصديري كيستافدوها من الحراره في الحال السخون ومن الغيث في الشتاء. بالنسبه كانت واحد الاستفاده بين الف قوس ماشي بين قوسين ديال بعض الكوتشيات وبعض التريبورتورات ما عادتش بالنفع على المستفيدين ولا على المدينه. ما كاين حتى شي حاجه. المشاكل بالجمله المستوصف الصحي غياب شبه دائم للطبيب او طبيبه. المركز الصحي ان مؤخرا لاحظنا على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي ان كانت جمعيه ديال الادماج ولا جمعيه الادماج الاجتماعي والثقافي لسكان القريه انها وجهت واحد طلب ترخيص للقائد على ود واحد الوقفه احتجاجيه على هذا المركز الصحي. نعم، نتيجه الغياب كيف قلت شبه الدائم ديال الطبيب او طبيبه بهذا المركز
انه كان لزاما على هاد انه ارتأت هاد الجمعيه انها في غياب هاد التفاعل راسلوا المندوب مرارا ما كاينش تجاوب ما كاينش تعيين ديال طبيب المستوصف كيجيو في هاد الحراره المواطنين مضرورين خاصه الاطفال والناس الكبار كيجي يبغي المستوصف يبغي غير شي فنيده ديال راسه ولا شي حاجه ما كيلقاش طبيب يشوفو خاصه مع هاد غلاء الاسعار ومع هاد ارتفاع الاسعار وتما الاسر شويه على قد الحال يعني هشه كيفاش غادي نمشي انا على الطبيب نادي واحد 200 درهم كتمشي للمستوصف القرب المتواجد في القريه كتلقى فقط الممرضات والحارس ديال الحارس الخاص تمايا هو اللي كاين والطبيب ما كاينش كيجي مره كتجي مره هاد مؤخرا ما بقاش جات كاع فالجمعيه مشكوره انها اتخذت هذه الخطوه اللي يعني في غياب اي تجاوب خاص يعني كيبقى الاحتجاج كيبقى الشارع هو الحل وكنتمناو هذه نداء للسيد المندوب والناس المسؤولين ديال على قطاع الصحه المستوى الاقليمي سيدي بنور انهم يوفروا اقل ما يمكن توفيره هو طبيب لهاد الناس راه ما يمكنش راه هذاك المستوصف كيقدم خدمات صحيه الحي القريه واحد اللي هو صفيح قصدي ساكن قصديري والحي القريه جوج اللي هو المركز الفلاحي حتى هو ومشاكل هذه وحي الكرام والغزلان يعني ربما حتى هما احياء كتمشي تمايا اذا المواطن ملي كيمشي لهذاك المستوصف وما كيلقاش الطبيب كيمشي للمستشفى الاقليمي الذي توا واحد المشاكل حتى هي حديت ولا حرج باش كيواجههم تما سيروا للمستوصف القرب اذا رجع عندك ادريس اذا على ذكر المركز الصحي ديال القريه اذا نتمنوا من السيد المندوب الاقليمي ديال الصحه انه يتدخل باش يتحل هذا المشكل ديال القريه لان كما كتعرفوا مشاهدينا الكرام ان المستشفى الاقليمي ديال سيدي بنور كي يعني كيعرف واحد الاكتظاظ كبير جدا خاصه ان سيدي بنور يعني اقليم سيدي بنور كيضم حوالي 25 جامعه بغيت نقولوا 25 جامعه ان كلها كتصب حول هذا المستشفى الاقليمي اذا تحل المشكل ديال المركز الصحي ديال القريه كنظن انه غادي يرخف واحد شويه على هذا يقلل غادي يقلل على هذا ينقص من الضغط اذا رجع هذا السي فتاح السي فتاح واش العبدي حتى هو نفس المشكل مع عمرو السيد من سيد المبادره عمرو الصراحه دوار العبدي كيستافد كيستاهل من الهضره المدرسي من الشباب كاين حال اما شي حاجه ما عمرو استاهل من هذا الوراء واخا شنو هي في نظرك الحلول كما قال الاخ دريس كوتشياس ولا تريبورت دوار العبدي ما استاهل حتى شي واحد فيهم رغم ذلك راه فيه ناس فقراء اللي طالب مع شوال ولكن دابا اسمع لي السي تعب باش نوضح للمشاهدين الكرام اكثر ان هذا الشيء ديال الكوتشياس ولا هذا الشيء ديال التريبورتر واش على ما اعتقد كانوا في اطار واحد الجمعيات لا جمعيات نعم جمعيه نيت في دوار عبد في من دوار هذا هي راه هما هما اللي كان كيتراسها الاخ ديالي انا ديك الجمعيه ولكن الجمعيات راه هما اللي كانوا مكلفين بالناس المستفيدين يعني ماشي دوار العبدي بالنسبه لدوار العبدي نعم ما كاينش شي واحد اللي استافد شي كلشي ولكن راه الجمعيات ديال كان اختيار تما كان الكوتشيات نعم وكان تريبورتورات وكان شي حاجه ديال بلايصات واحد المكان عمومي تابع للمجلس ارض تابع للمجلس دوروا على واحد السياج وقالوا غادي نحط طبيلات ديال الخضره ولا ما خرج حتى حاجه والكوتشيات والتريبورتورات بصراحه لان احنا بدون لغه خارجيه احنا جايين هنا نقولوا شي حاجه غير الصراحه هو اللي خرج على ارض الواقع هو التريبورتور والكوتشي استفدوا منهم بعض الناس في القريه وبعض الناس في المقبره واخا غادي ندوز على السي دريس السي دريس كنظن حي الزمني هو هذا اذا كلمه اخيره السي دريس بن حمادي ورساله ديالك للجهات المعنيه على ود مشكل القريه بالنسبه للقريه انتظرنا كثيرا استفاده وللاسف ان ما كاين استفاده ما كاين حتى شي استفاده الاستفاده اللي هي ملموسه هي انحراف الشباب هي ارتفاع عدد النزلاء ديال من دوار القريه في السجن المحلي بسيدي موسى انحراف في الشباب حتى في الفتيات يعني صغار انحرفوا نتيجه هذاك البناء العشوائي الهضر المدرسي ما كاينش فرص شغل
فين غيمشي وين كيلقاو الشارع هو الملاذ ديالهم. الشارع اش كيعطينا؟ كيعطينا غير الانحراف. اتمنى صادقا ان تتفرج الجهود دي من طرف جميع للناس المنتخبين على مستوى البرلمان وعلى مستوى المجلس المستشارين ولا كذلك على مستوى المجلس الجهات الدار البيضاء سطات ولا المجلس الاقليمي ولا المجلس ديال سيدي بنور ولا السلطات الاقليميه ولا السيد الوالي ان من اجل اخراج مشروع فتح سيدي بنور الحيز الوجود في اقرب وقت ممكن للحد من هذا من ضياع واحد الجيل اللي مهما استفاد الاب ديالو او العائله ديالو من بقعه او بقعتين ما غادي يعوش الخساره ديال ملي كيضيع لك واحد الولد او جوج او بنت. اذا للامانه ان مجهودات بذلت من اجل اخراج هذا المشروع ديال فتح سيدي بنور مشروع فتح سيدي بنور لاعاده ايواء سكان القريه. ما يحز في نفسنا هو تكتم على المعلومه هو ان المواطن الان كيتسائل وانا كنتلقى هاد السؤال تقريبا بشكل يومي انه المصير كيفاش غنتحولوا؟ واش غتكون شي مساهمه ديال المستفيد؟ واش غيكون واحد في البقعه وجوج في البقعه؟ امتى غنتحولوا؟ يعني ما كاين لحد الان المصير مجهول. اتمنى صادقا وانا المعلومات على حسب المعلومات اللي عندي ان التجزئه وصلت لواحد الاشواط متقدمه. اتمنى صادقا ان تتضافر الجهود من اجل اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود كما اوجه واحد النداء باجل من اجل اننا ان هاد المسؤولين يفتحوا باب الحوار مع المواطن ديال سكان القريه من اجل تاهيله باش يتحول للتجزئه الجديده وينسى ما يعيشه من ممارسات يوميه في هاد الكريان اللي كنتمنى ان هاد نهايه ان يبدا الترحيل في اقرب وقت. لكن للاسف اننا الان وصلنا في النص ديال العطله الصيفيه باقي ما بداش الارهاصات الاوليه للترحيل. يعني هذا ما يعني اننا ممكن ان الحلم ديال الترحيل كيبقى معلق الى اجل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. شكرا سي دريس بن حمادي. اذا السي الفتاح كلمه اخيره ورسالتك للجهاز المهني. بكل صراحه كنتمناو ان شاء الله هاد الناس المسؤولين ياخذوا هاد الناس اللي هما رعايا جلاله الملك القاطن الكاري العبدي سيدي بنور ياخذوهم بعين الاعتبار ويحاول يكون شي حل يفتحوا لينا غير شي باب غير نعرفوا اشنو كاين. انا ما فاتحين معنا حتى شي نقاش ملي كتلجا لشي مسؤول كتسولو كتقول له بغيت نطالع على الملف ديال دوار العبدي تيقول لك مازال ما عندنا حتى شي اخبار مازال ما كاين والو. وكنتمنوا ان شاء الله يكون الخير وهذا نداء كنوجهوه للمسؤولين ديال مدينه سيدي بنور باش يديروا شي حل داك كريال العبدي لانه طال الانتظار كريال العبدي وراه كريال من اعرق واقدم الاحياء مدينة سيدي بنور. إذا شكرا لضيوفي الكرام على الهناء السفر وعلى التنقل ديالهم من مدينة سيدي بنور إلى استديوهات صوت العدالة مدينة الدار البيضاء. شكرا لمتابعينا الكرام على التتبع ديالكم ديال هذه الحلقة اللي من حلقات برنامج الزاوية الفيسبوكية. صوت العدالة دائما في جنب المواطن، دائما صوتا من لا صوت له، دائما من قلب الأحداث سواء عبر بثات مباشرة أو ريبورتاجات ميدانية أو حلقات من قلب استوديوهات صوت العدالة. ودائما نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا لكم على المتابعة ونتمنى من الجهات المعنية والمسؤولين عن مشروع سيدي بنور أنهم يستجيبوا لهذه المطالب ديال الضيوف الكرام ويتحل هذا المشكل ديال الاحياء الصفيحيه. شكرا لكم والى اللقاء. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى من حلقات برنامج زوايا فيسبوكي.